تعرف يا سامية، لقيتهم لك طالعين بعرباتهم ماشيين، كل واحد فيهم بمر في الطريق بيزول واقف في الطريق وماشيينه معاه، مش مباراهم كتار جدا، الواحد فيهم بيجي مار في إيجاره واقف منتظر المواصلات يفوت فيه وسام يشيله، ناسين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام اللي بيقول من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. بس انت يا عدلان كان ممكن توجيهن يجيلوا اي ناس من المره في طريقهم. انا ما عايزهم يفهموا، عايزهم يحسوا بمعاناه الناس. تفضل. تم جمع مفاتيح العربات بنجاح. جميل، احتفظ بهم عندك، وهاك دي المفاتيح عربيتي. حتى انت يا ابوي ما تخليهم معك ابدا. عدلان الصاوي لما نعمل قرار بنفذه على نفسه في الأول. انصراف. اسمعيني، أنا القرار ده بالذات ما بيمشي معي، لأنه العربية دي جابة لي أبوي ما جابة لي أبوك. أنت بتهوس زراسك ده مالك؟ بتهوس زراسك مالك؟ عيني امشي قول لابوك ده العربيه دي ما بتخش في لوائح العائله، وانا عمري ما ركبت مواصلات يا اخ. وليد، طالما انت ارتضيت انه تكون فرد من افراد عائله عدلان صاوي فكل ادواتك بتردخل لقوانيننا، تمام؟ حسب الماده 111 خ. انت بتهدديني؟ والله انا اشيل شنطتي وامشي بيت ناس ابوي. شنو؟ اقصد نمشي بيت ناس ابوي نشرب شاي المغرب وحزوقك معي. امشي كلم ابوكي وشيل منه المفاتيح. وليد، اي حنمشي بالمواصلات. حاضر، امشي اجهزي. من هسي؟ هاي من هسي، لانه بيتنا ابوي بعيد والمغرب ما بنحصله. نركب ثلاثة مواصلات، امشي اجهزي، امشي. امشي اجهزي، تضحكي بس امشي. عشان تشوفيها حارة كيف. يعني انا حسي مدير كبير كده، امشي الكافتيريا، مدير كافتيريا، اركب مواصلات زيه زي الناس؟ يا ما تركب لك تاكسي يا فارس. والله فكرة. هاي؟ فكرة؟ ليه انا ما فكرت فيها؟ انا اركب تاكس ولو ابوي سألني قال لي يومك كيف؟ اقول له ركبت تاكس، وهو طبعا عايزنا نركب المواصلات. مش التاكسي ده مواصلات؟ اه يا التاكسي مواصلات، لكن اقول لك حاجه، انت قول لي انا صادق انا ركبت مواصلات. عبقري عبقري، عارف عبقري. امشي اعمل لي شاي، مش شاي خفيف كده بنعناع. ما سامك. اعمل لي شاي بنعناع؟ شنو ما بترسلوا فينا وبتطهدوا فينا؟ ذوق مي حر. امشي كلام ده ليه؟ انا اجيب شاي؟ امشي اعمل لي شاي يا ولد. صبرك ليه يا فارس؟ أنا مضطهد في البيت ده، مضطهد أنا. تعال تعال تعال، ده الحمام يا أخي، بجاي الباب، بجاي بجاي. كمان بيجيتوا تورونا الباب بتاع الحمام؟ تعرف يا العود، تعرف يا العود. تعرف مرتين يعني؟ ما ثلاثة مرات. تقبل علي عشان تعرف انت تعرف شنو؟ هسه انت تعرف؟ هاي خلعتني. الله الحمد لله استديت القبيل ديك. اسمعني اينا. ايوه. هسه كان فارس وليد ديل ركبوا تاكسي والله ركشة. عمك عدلان ده بيعرفهم كيف؟ والله صح، دي فاتت على عدلان كيف؟ ايوه، خصوصا انه فارس عنده مصدر دخل، وليد يعني منفصل في عيشته براو وبساهم في البيت، وبعدين القروش اللي بكبها بنزين دي يعني ممكن تركب وتاكسي بالراحه. ما عشان كدي انا داير امشي انبه عمك عدلان. تعرف؟ ما بتنبهوا براك، ننبهوا الاثنين. اروح هذول. يلا اروح. تفضل. ما بتخش قدامي. ما بتخش قدامي. ما بتخش هذول. خلاص يا عدلان. نعم. نحن دايرينك في موضوع. خير ان شاء الله. نحن يا عدلان في الحقيقة لاحظنا. هاي هاي ما لاحظنا، أنا ده لاحظته، هذول ما لاحظ معاي، لاحظته أنا براي. لاحظته معك. ما لاحظته هذول. هذول لاحظته. ما لاحظته. يا جماعة ما في داعي، اللاحظ منو والما لاحظ منو، المهم الموضوع شنو؟ خلاص أنا حقوله ليه. ليه تقوله أنت؟ أنا ما بعرف أنظم، بقوله أنا. بتعرف؟ ما بتعرف؟ بقوله يا هذول. ما بتقوله. بقوله. ما بتقوله. تفضل. السلام عليكم، عم عدن. وعليكم السلام ورحمة. ما شاء الله ما شاء الله، على وين العزم؟ ماشيين بيت ناس ابوي يومي، الليلة معزومين عندهم شاي المغرب. يا سلام
يا سلام يا سلام، اهو كده انت لازم تتواصل مع اهلك وما تقطعهم ابدا. يعني مش عملت لك حياه براك، عملت اسره تنفصل عنهم ابدا، بل تزيد الزياره اليوم. وبعدين ساره لازم توريهم انهم هي بقت بنتهم، انه بقت عندهم بيت بدل يشعروا بانه بيت شالت منهم ولدهم الوحيد. ها عظيم عظيم. انت مالو ابوك الليله فرحان كده؟ واكثر شيء انا فرحان له انكم حتمشوا المشوار ده بالمواصلات. ما تخلي المشوار ده نمشي بالعربيه عشان المفتاح. قلت شنو؟ لا لا قلنا نمشي بالمواصلات. عظيم. تعرف لما تمشي بالمواصلات حتعرف الشلهتة والتعب اللي بيتعبوه الناس اللي بيمشوا بالمواصلات. انا اول مره اشوف ابوك بيحب الشلهتة للناس. سارة تاخدي تلفوناتكم من الأمانات عشان تصوري لي المشوار ده من الأول، من إنكم واقفين منتظرين الحافلة لحد ما لقيتوا فيها مقعد ولا و و و إلى النهاية. حاضر، احتبر الفيديو جميلتين. يلا عايزينكم. إذنك معك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفضل. وإنتم الموضوع شنو؟ هذا موضوع، الموضوع ما طرش يا قاعدة، الموضوع طرش يا قاعدة. وانا ما كلمتك قلت لك عاد انا الصاوي ده ما في شي يفوت عليه، امشي قدامي يا اخي امشي. ليش عم ناطق الرسمي؟